يقول فضيلة الشيخ: يغفل كثير من الناس عن الدعاء بالنسبة للوالدين، فما أثر الدعاء في حياتهما مأجورين؟ الدعاء للوالدين من البر بهما، من البر بهما أحياء وأموات. الله جل وعلا يقول: وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا دعاء لهما أمر الله تعالى به، سواء كانوا أحياء أو أموات. رب اغفر لي ولوالدي، هذا في القرآن، يبدأ بنفسه ثم بوالديه ثم بالمؤمنين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. والله جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نعم.